معشر الإخوة الأعزاء، التقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحفر من أحفار اليهود في المدينة المنورة، فقال الحفر لأبي بكر: يا أبا بكر، إن ربك يحرم علينا أشياء ويحلها لنفسه. فقال أبو بكر: وما معنى ما تقول؟ قال اليهودي: ربك يحرم علينا الربا ويحل الربا لنفسه. قال أبو بكر: وكيف ذلك؟ قال اليهودي: ألم يقل ربك في القرآن: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ أليست هذه معاملة ربوية يبيحها ربك لنفسه ويحرمها على خلقه؟ ثم يا أبا بكر، إن ربك فقير ونحن أغنياء. قال أبو بكر: ولم وكيف؟ قال اليهودي: ربك فقير لأنه يأمرنا أن نؤمن به، ونحن أغنياء لأننا لم نأمره أن يؤمن بنا. اليهود ملوك المال وملوك النساء وملوك السياسة وملوك الإعلام. الصهيونية عقيدة دينية عنصرية مادية مغلفة بغلاف سياسي. فلم يسع أبا بكر وقد غابه اليهودي بتهريجه وفوضاه إلا أن لطم اليهودي رحمة شديدة، لطمه رحمة شديدة، وهو أبو بكر الحليم الكريم. فشكاه اليهودي إلى رسول الله. ذهب اليهودي ليشكو أبا بكر الصديق لسيدنا محمد. فلما أحضر النبي سيدنا أبا بكر مع اليهودي وحكى أبو بكر لرسول الله ما حدث، قال اليهودي: يا محمد، لا تصدق صاحبك فإنه كذاب. إذا كان اسمه أبا بكر الصديق صديق، فكيف يكون الصديق كذابا؟ أتدرون من الذي شهد لأبي بكر الصديق؟ أتدرون من الذي شهد لأبي بكر؟ إن الشهادة جاءت من الله من فوق السبع الطباق. لقد نزل الأمين جبريل بقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد.